الكل يعرف بأنه البلد مقبل على عملية ديمقراطية كبيرة جدا. هذه العملية يجب أن توفر لها أساليب النجاح ومقومات النجاح. المعطيات الموجودة، هناك تحديات كبيرة أمام عملية الانتخاب. أهم هذه التحديات هو طبعا عدم استطاعة السكان أن تجديد طبعا أو أخذ بطاقات الانتخاب وتجديد المعلومات، لأنه حقيقة هناك شحة في الأجهزة، شحة في الكوادر التي تقوم بتنظيم هذه العملية. لذلك فعلى اللجنة العليا المشرفة أو على مجلس المفوضين أن يعير اهتمام كبير للمخيمات، لأنه من المعروف أن محافظة نينوى ما زال الأعداد الكبيرة عشرات الآلاف يسكنون ويقطنون المخيمات، فنحتاج إلى جهد حقيقي على أرض الواقع. يجب أن تكون هناك زيارات للمجلس المفوضين وللمفوضين العليا المشرفة على الانتخابات إلى كافة مخيمات التي تأوي طبعا أبناء محافظة نينوى، لأن هناك أعداد كبيرة نخشى أن يحرم هذا العدد الكبير من طبعا حق مكتسب وهو حق إعطاء الصوت وإذلاء الصوت من أجل الوصول إلى التغيير المنشد وإعادة طبعا أو إيصال من يستحق أن يصل إلى هذا المواقع المهمة. فطبعا أنا التقيت اليوم بأعداد كبيرة من سكان هذا المخيم، لديهم طبعا إشكالات إدارية في الحصول على بطاقات الانتخاب. أنا أناشد طبعا مرة ثانية من خلال قناة الموصلية لمجلس المفوضين الأعلى وللجنة العليا أو للمفوضين العليا للانتخابات بأن تبذل جهود أكبر، بأن تخصص كوادر أكثر، بأن تخصص أجهزة أكثر من أجل الوصول إلى تغطية شاملة لإعادة أو للحصول على البيانات والحصول على بطاقات الانتخاب الضرورية لكل أبناء محافظة دينا، سواء الموجودين داخل مركز المحافظة أو المتواجدين إلى حد الآن في مخيمات النزوة.